لانه صراحه ياسمين وسلمى عم ياخذوا الفاشن الموضه لعن جد ان ابجريدد ليفل بمصر. اهلا فيكم. كلمنا بقى عن سوشياليستا، دي الدورة الثانية، قضيت الدورة الأولى ولا لا؟ اوف كورس انا جيت على الدورة الأولى وكنت كثير مبسوط ان اكون هلا كمان معكم بسوشياليستا، لأنه صراحة ياسمين وسلمى عم ياخذوا الفاشن الموضة لعن جد ان ابجريدد ليفل بمصر. عم تقدر تجمع العديد من الديزاينرز من كل العالم العربي بمحل واحد، ان كان جولري، ان كان هوت كوتور، ان كان ريدي تو وير. ذس ميكس عن جد قدرنا نشوفها هون ونشوف قد ايه مهم تسليط الضوء على اهميه الموضه بمصر وبالعالم العربي. اكيد صح. كان اول تعامل مع ياسمين صبري وكان تحدي لي، لانه اكيد شخص مثل بجمال ياسمين وب يعني الفيم تبع ياسمين بدك تكون عن جد عم تعرف شو تختار. عملنا كاستم ميد دريس، رحنا على فستان سيلفر لانه كان لي فتره مش شايفها بهذا اللون، فحبيت انقي هذا اللون القصة اللي هي بتحبها. الوان شولدر كيب تكون طيعتي هال جلامور ايفكت على الكاربت. سو الحمد لله بتصور العالم حبوه. الفيتنج بعثت لها الفستان على مصر، انا ما كنت معاها يعني هالقد كان الشغل من بلد لبلد يعني، بس الحمد لله كان كل شيء منيح وكان لوك من اللوكات اللي بحبهم كثير. لا انا انا بالنسبه لي اذا يعني اكيد اذا كل شخص بنقي شو بده يختار، بالنهايه اللي لازم يختاره لازم يمثل الايدنتيتي او الهويه تبع كل شخص. سو كل شخص لازم يكون مرتاح ومبسوط بشو لابس بالنهايه يعني. ف يا إذا يعني أكيد أنا مع إنه نحترم التقاليد والعادات تبع كل بلد، وبتعرف أنت كل بلد عربي عنده تقاليد وعادات غير، فأكيد كتير مهم إنه كل حدا يعرف شو يختار، لأنه بالنهاية اللي عم يطلع فيه من برا هو بجسد شو هو من جوا، لأنه what you wear is who you are. So yes. زندايا كتير بحبها وبشوفها إنه she's the next J-Lo. وبحب انه كل مره بتطلع بلوك ديفرنت، ودايما اللوكات يعني بتعرف شو تختار انه يلوك عن جد يكون غير عن اللي قبله، وسبحان الله كل مره بيلبق لها اللوك اكثر من قبل. فكتير بحب شي نهار هيك اشتغل معه. مين اللي تختارها يعني being a stylist؟ بدك تتعامل مع كتير different styles, different identities, different يعني فيك تكون عم فيك تكون عم تلبس حدا مثلا كتير بجرأة وحدا تاني تكون عم لبسه كتير safe. So إذا بدي روح بالزمن ما عندي شخص، لأنه بقدر نقي كذا حدا وكذا حدا عن جد يكون فعلا اقدر اعطي شيء جديد، انه تكون تحدي لإلي عن جد اني اقدر بينها ديفرنت. صح اكيد اكيد، بس مهم تعرف تنقي القطعه للشخص المناسبه، مش انه انت جبت الفستان وجبت اللوك ويلا، لا لازم تعرف تختار ايه لمين.